هذا يقول: هل يجوز التبرك بالكعبة والتمسح بها؟ هذا ما عليه دليل، ما عليه دليل التمسح بالكعبة والتعلق بها، هذا من محبة الناس لها واجتهاد منهم، لكن ما عليه دليل. ألا مشروع أنك تطوف بالكعبة وأن تستقبلها في الصلاة وفي الدعاء، هذا هو المشروع. أما التمسح بها والتعلق بها فهذا لم يشرعه الله لنا ولا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، ذكر العلماء أنه يستحب أنه يقف بالملتزم بين الركن والباب ويدعو، يقف بالملتزم ويدعو. أما أنه يتعلق بالكعبة أو بالباب أو هذا لا أصل له ولا دليل عليه، ولكنه يفعله بعض الناس من باب الاجتهاد الذي ليس له دليل ولا أصل. نعم.